السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة المرحلة الرابعة إن شاء الله اليوم راح ناخذ محاضرة الديزاين أوف لاترال سبرينجلر بايب من مادة تصميم منظومات الري الحقلي أو منظومات الري والبزل. سو اليوم راح ناخذ تصميم أنابيب الرش اللي هي الأنابيب الفرعية وليس تصميم الأنابيب الرئيسية. بعدين إن شاء الله المحاضرة البعدة راح ناخذ تصميم المين فولت أو الكارير بايب. سو هسه قبل ما نبلش احنا ناخذ فد نظره عامه قبل ما ناخذ تصميم الديزاين اوف لاترال سبرينجلر بايب. سبق وتناولنا بعض المعلومات اخذناها بالمحاضره الاولى اللي هي عن انابيب الرش الفرعيه اللي هي اسمها سبرينجلر لاترال بايب، اللي شو تكون دائما قطرها ادق من الانابيب الرئيسيه، دائما ادق الانابيب في شبكه الري باستخدام طرق الرش. هذه الانابيب شو تقوم برش او تجهيز سطح التربه بماء الري، وبقيه الانابيب هي جزء من هذه الشبكه، يعني تحتوي ايضا على انابيب اخرى تقوم بعمليه نقل المياه وخروج المياه من الانبوب عن طريق المرشات اللي هي السبرنجلر، واللي تعتبر اما اخذناها نوعين، اما الفيكس او الموفبل اللي هي المتحركه او الثابته. بصورة عامة بس حتى تعرف معلومات عامة، هنالك أربعة أنواع شائعة من أنابيب الري بالرش. الأول أنبوب يسمونه الأنبوب المنقول، يعني هو متصل مع الأنبوب الرئيسي المين فولت، لكنه يتنقل من مكان إلى آخر خلال دورة الري الواحدة، يعني أقدر أدوره بكل مكان في الحقل. الأنبوب الثاني اللي تقريبا يعتبر هو السائد والمستخدم هو الأنبوب الثابت أو الدائم، هذا يبقى بنفس مكانه وبنفس اللوكيشن مالته خلال الموسم أو طيلة عمر هذه الشبكة الديزاين بريود إلها. ثالثا الأنبوب الدائم الحركة، هذا يدور حول نقطة مركزية، يعني أنبوب إلى نقطة مركزية ويدور ملتفا حول هذه النقطة المركزية، هذا يستخدم في عمليات أو المساحات الزراعية المزروعة بشكل دائري. والأنبوب الدائم الحركة هذا يصير على خط مستقيم بموازاة قناة تغذية ويسقي مساحات واسعة، يستخدم بالمساحات المزروعة بشكل مستطيل. هاي المعلومات عامة، احنا نريد نوصل الى اهم فقرة اللي هي طول انبوب الرش. انبوب الرش ايش قد الطول مالته، القطر مالته، الديزاينر هاي شلون احددها؟ دي يقول لك يعتمد طول انبوب الرش على المخطط الحقلي لشبكة الري. اذا نمبر 1 هي يعتمد على الديزاين كريتيريا الخاصة بالفارم بالحقل، تمام عيني، وكذلك على شبكة الري المراد تصنيعها او انشائها في هذا الحقل. ويعتمد هذا على شكل ايضا شنو العوامل اللي تحدد اني مثلا شبكة الري، مخطط شبكة الري، اكيد طوبوغرافية الحقل، موقع مصدر الماء، وين مصدر الري، مثل مصدر القناة الرئيسية اللي عن طريقها راح انقل الماء من المين فولد الكارير الانبوب الناقل وصول الانابيب الفرعية، وبعد ذلك تتم عملية الري بالرش. كذلك طوبوغرافية المنطقة، طبيعة المناخ، طبيعة المحاصيل اللي راح تنزرع بهذا الحقل، هذه الامور كلها تعتبر مؤثرة. لذلك يفضل أن يكون طول الأنبوب أكبر ما يمكن، إلا أن هنالك محددات هيدروليكية اللي هي مقدار الخسائر الضائعة، مقدار خسائر الطاقة، غيرها، القطر الهيدروليكي هس اللي إحنا راح نتناولها بهاي المحاضرة ضمن الديزاين، تؤثر في طول وقطر الأنبوب. محددات هيدروليكية تؤثر في طول وقطر الأنبوب، إحنا نريد نوصل بهذه المعلومة. فإذا كان الأنبوب منقول باليد شنو يتطلب، إذا كذا يتم نقل الماء عن طريق المرشات، شلون تتم عملية التوزيع، هل هي المرشات المستخدمة في هذا الأنبوب هي مرشة ذات فتحة واحدة سنجل أوتلت لو دبل أوتلت لو ذات فتحتين، كلها تأثر. عدد الأنابيب شبيهة راح يقل كل ما زاد طولها ويزداد قطرها، كل ما زاد يزداد القطر، كل ما زاد طولها تزداد كلفة طول الأنبوب الواحد. فأيضا هذه الأمور تأثر، عدد الأنابيب الرش في الحقل، طول الأنبوب، هاي العوامل كلها تعتبر مؤثرة. لذلك احنا راح ناخذ بمحاضرتنا لهذا اليوم هو كيفية تصميم اللاترال بايب اللي هي تصميم الأنابيب الرش الفرعية. اكو بعض الكتالوجات الخاصة بعمليات التحويل لإيجاد قيم معينة عن طريق الشارت، قيم الكي، معاملات كوفيشينات خاصة بتصريف معين لمرشة، راح تنزل ضمن الجروب التليجرام لكم ان شاء الله حتى ترفقوها ضمن شارت القوانين اللي راح يدخل وياكم. سو نبلش هسه السبرنجلر، حتى اني اصمم لازم اعرف مقدار التصريف
خلال أي نقطة من الأنبوب، مقدار التصريف خلال أي نقطة. بالمناسبة عملية التصميم هسه هنا راح ناخذها على اعتبار أنه الأرض مستوية، يعني الأنبوب امتدادة على طول الأرض مستوية، يعني ماكو ليفل، ما يرتفع بليفل معين، وكأنه الميل مالت السلوب زيرو. فأول شيء نجد معامل التصريف، قيمة التصريف خلال يعني معدل التصريف هذا يساوي لنا السي دي اللي هو معامل التصريف، في الاي هي مساحة الأنبوب، اي مساحة الأنبوب، الأنبوب الفرعي طبعا في تحت الجذر، اللي هي سرعة الجريان كنا احنا ماخذينها من الفلويد تحت 2 جي اتش. هذا المعامل ده معاملات ثابتة، السي دي في الاي راح تطلع قيمتها نسميها كثابت كونستانت، واحد نسميه الكي تحت الجذر الاتش، لان 2 جي ايضا ثابت فراح يعني يستخرج برا الجذر، فيكون المعادله النهائيه لحساب معامل او معدل التصريف هو الكيو يساوي لنا الكي تحت الجذر اتش. معدل التصريف هذا الكيو للاي دائما راح ناخذه من الكتالوج الخاص اللي راح ننزله، عندنا تشارت خاص بهذا الموضوع، اعتمادا على قيمه الاتش اي اللي هو ضغط الانبوب او ارتفاع الماء داخل الانبوب، ايش قد ضغطه الاتش اي بوحدات المتر طبعا يأخذ من الكتالوج كقيمته. مساحة الأي هاي كاتبة لكم الملاحظات هنا بالجانب، الأنبوب أي إذا كانت المرشة سنجل تكون المساحة مالتها، إذا الأي سمول، إذا كانت سنجل فباي على 4 دي تربيع، وإذا كانت فتحتين يعني وكل فتحة لها دايمتر مختلف فش راح يكون الأي باي على 4 أفتح قوس دي 1 تربيع زائد دي 2 تربيع، وهنا باي على 4 دي تربيع، هنا تكون الدي تربيع، العفو دي تربيع صايرة بالمقام خطأ مطبعي، فتصير هنا باي على 4 دي تربيع، وهنا باي على 4 دي 1 تربيع قطر المرشة الفتحة الأولى قطر الفتحة الثانية، تمام. فور ليفل لاترال إذا كان يعني قيمة، إذا أكو يعني مثل ما نقول إحنا أكو ارتفاع أو أكو ميل خاص بهذا الموضوع، شلون أحسبه؟ هسه نجي هنا بهاي الحالة، هاي الحالة ايش راح يساوينا؟ ان الضغط في بداية راح نحسب ضغطين، اذا كان بالحالة الاولى نحسب ضغط واحد لانه نفس الضغط متوزع، ليش؟ لانه الميل ايش قد؟ صفر، يعني الارض مستوية، يعني هذا انبوب الرش صممناه على ارض مستوية، بينما اذا كان عندنا تصميمه بميل معين يعني فور ليفل لاترال، هنا شنو راح نسوي؟ اول شيء نحسب الضغط في بداية الانبوب والضغط في نهاية الانبوب، فانلت بريشر هيد اول حرف من النت اي فيصير اتش اي، شو يساوي لنا؟ اتش اي زائد 3 على 4 اتش اف، اتش اف حسبناه بليش المعادله او المحاضره العفو هي معادله ويليام هيرزن لحساب مقدار الخسائر اللي تتولد داخل الانبوب نتيجه خسائر الاحتكاك وخسائر ثانويه من اللواحق وغيرها، خلناه بالمحاضره السابقه. الاند بريشر هيد اول كلمه من الاند هو الاي فراح يصير اتش اي، هذا يكون بنهايه او الضغط في نهايه الانبوب يساوي لنا اتش اي ناقص 1 على 4 من الاتش اف، تمام، فيساوي لنا الاتش اي وكانه ناقص اتش اف، قيمه الاتش اي ناقص اتش اف. السبرنجلر ديسشارج قيمه التصريف من الفتحه الواحده بس وين؟ ببدايه الانبوب ات انلت بايب، شو يساوي لي الكيو اي؟ يساوي لي الكي في تحت الجذر الاتش اي، يعني الكي وكانه شو يساوي لي اذا حولناه كقيمه الكي؟ كيو اي على تحت الجذر ضغط الانبوب، في الضغط في بدايه الانبوب والتصريف في بدايه الانبوب. في نهايه الانبوب تصريف المرشه سبرنجلر ديسشارج ات ذا اند اوف بايب ايش نسميه؟ كيو اي، ويساوي لنا الكي في تحت الجذر قيمه الاتش اي. فهاي الفرضيه يسموها احنا فرضيه موثي اللي هي للديزاين ايش قد ناخذ؟ 20% من الرول، يعني شنو؟ يعني قيمه الاتش اف مقدار الخسائر نتيجه الاحتكاك والخسائر الثانويه على الخسائر في بدايه الانبوب الاتش اي لازم شبيهه اقل او تساوي 20%، اذا الاتش اف شو تساوي لنا؟ 20% يعني 20 على 100 0.2 فراح تساوي لنا 0.2 اتش اي، هاي الكريتيريا ايضا تدخل ضمن القوانين. فالاتش اف ماكس شو يساوي لنا؟ كماكس 0.2 من الاتش اي، فالاتش اف ماكس شو راح يساوي لنا؟ 0.234 اتش اي فور ديزاين اتش اي، اذا كانت قيمه هاي الاتش اي تدخل بها تشارت، هاي اذا كانت قيمه الاتش اي هي معطاه قيمتها فور ديزاين اتش اي جيفن،
يعني قيمة ال HA اللي راح اشتغل انا عليها يقصد بها هنا هاي HI وهنا 0.234 HA يعني هاي تفرق عن هاي، هذا الضغط في بداية الأنبوب وهذا الضغط في شنو ال HA يقصد به يعني الضغط في الأنبوب ككل كتوتر مو في بداية أو نهاية. إذا أعطى قيمة ال HA وإذا ما أعطى قيمة ال H تشتغل على قيمة ال HI. هذا هنا شو يقصد به؟ هسه إذا نريد نرسم بالمناسبة هو دائما يطلب من عندك ترسم لنا خط الطاقة الإنرجي دايجرام. فهسه هنا دائما احنا مثل ما نعرف بداية الري هنا لاحظ طول الأنبوب بصورة عامة يسمونه L، ال HI هو هذا هو ال HI اللي هي البدائي يعني الضغط في بداية الأنبوب، وهذا ال HE اللي هو الضغط في نهاية الأنبوب. ال HF هو شنو الفرق بين ال HI وال HE يسمونه ال HF. هنا لازم ضروري من أطلب من عندك ترسم لي مخطط الطاقة كل هاي الأمور توضحها. فهنا هذه المنطقة صار بيها over irrigated لأن هو هذا خط الطاقة المثالي مثل ما نسميه، هذا خط الطاقة المثالي، فهذا إيش راح يصير هنا over irrigated إلى أن وصل هنا صار under irrigated يعني يعني القيمة يعني ما صار هنا مقدار تشبع أو نقصان بمقدار التشبع بسبب مقدار الفواقد نتيجة الضغوط خلال طول الأنبوب. So وهذا الخط هنا الرئيسي الفوق بالأعلى هذا يسمونه الايديال EL اللي هو مثلا هو احنا المقدار الايديال الشحنة الكلية او احنا نسميه الضائعات او يعني مثلا انه دائما اللي الطاقة مقدار يعني خط الطاقة الكلي الايديال، وهذا مثل ما قلنا ايديال مثالي يعني لا يمكن تحقيقه على ارض الواقع. فده نلاحظ هنا بدت من النقطة الاعلى over irrigation الى ان وصل مرحلة صار نقصان بخط الطاقة مع تناسبا مع طول الأنبوب إلى أن يتواصل تدريجيا وكاد يكون يتلاشى. هاي الفرق بين قيمة ال HI اللي هو الضغط في بداية الأنبوب الانيشال يعني الهيد انيشال والهيد ات اند اللي هو HE، الفرق بيناتهم يعطينا ال HF واللي احنا تعلمناه بديش المحاضرة ان حسب من معادلة هيزن ويليامز لحساب مقدار الخسائر اللي هي يسمونها ال HF losses نتيجة اللواحق بالإضافة إلى الفركشن والاحتكاك بهذه الطريقة. حتى نجرى عملية الديزاين مثلا أول شيء نحسب مقدار ال HF max اللي شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 0.234 HA، هذا ملخص كاتبت لك إياه هنا بالتفصيل for design إذا كانت قيمة ال HA معطاة بالسؤال. اما اذا كانت قيمة ال HA هنا from قيمة ال HF max، هسه احنا حسبنا قيمة ال HF max ايش نحسب؟ المينيمم دايامتر الدي، هذا ال H يساوي لنا المعادلة اللي اخذناها بالمحاضرة السابقة 1.31 في 10 اس 11 كيو على سي زائد الدي ال L على 100 في قيمة ال F اللي هو reduction factor، راح نحسب قيمة الدي. بعد ذلك use the next large commercial pipe diameter، نستخدم الأنبوب الاقتصادي أو أكثر أنبوب اقتصادي يتناسب، هاي نضرب القيمة أو القطر اللي يطلع من هذه القيمة على يعني على اللي طلع من هاي المعادلة أو الرقم 2 حسب الأقطار التحليلية، على أساسها راح ناخذ أكبر قطر، قطر اقتصادي تمام. فهذا طبعا هاي قيم الأقطار تكون تبدأ من 12 ملم وصولا إلى 300 ملم بوحداتها بالملم. بعد ذلك راح نسوي ريكالكوليت، راح نرجع نحسب ال HF مره ثانيه اعتمادا على شنو؟ على السلكتد بايب دايامتر تمام. راح نحسب ال HF، نرجع لمعادله ال HF نختار قيمه يعني مثلا وجدنا احنا مثلا بهذا المقدار وجدنا هنا مثلا قيمه الدايامتر ظهرت مثلا 31، فأنا ال 31 اكو 31 هنا ماكو، فال 31 بين واقعة بين 30-37 اخذ اكثر انبوب اقتصادي لكن شبيه نيكست لارجر الاكبر يعني 37. بعدين على القيمة اللي اخترناها نروح نحسب ال HF مرة ثانية بهذا المقدار، اعادة حساب قيمة ال H حسب ال D مينيموم دايمتر. نحسب ال HI اللي هي عندنا قيمتين ال HI وال HE، شلون بعد ما وجدنا ال HF النهائية بعد ما سويناها ريكالكوليت ال HI شنو القوانين ايضا تكتبهم ضمن القوانين اللي هو HA زائد 3 على 4 HF وال HE HI ناقص HF. بعد ذلك راح نوجد حساب ال QI اللي هو مقدار التصريف السبرنجلر بايب
أو مقدار تصريف المرشح في بداية الأنبوب ومقدار تصريف المرشح في نهاية الأنبوب، وبعد ذلك نقارن مع الـ QA، بعد ذلك نشيك إنه QI ناقص QE على QA إيش قد قيمته، تمام؟ كمقدار إذا ظهر إنه لازم نسوي تشيك أب، إذا طلع لنا كنسبة يعني كريتيريا راح نوضحها بالكتالوج نقول عليها أوكي. ناخذ معلومات عامة أيضا تفيدكم بعمليات التصميم أو الديزاين كريتيريا، هذا يعني كإنكريز. الضغط يقصد به هنا إذا كان الأنبوب يحتوي على ميل يسمونه قيمة الأبفيل لاترال، هاي إن شاء الله راح نتناوله على المحاضرة القادمة اللي هي كان إذا كان الأنبوب صاعد وإذا كان الأنبوب نازل بالتصميم الكريتيريا شنو راح يفيدنا. أيضا هذا نقدر ناخذه بالمحاضرة القادمة. محاضرتنا لهذا اليوم خاصة بالديزاين كريتيريا، بالمناسبة هذا الموضوع جدا مهم، والهدف من عنده بهاي المحاضرة بصورة عامة هو نرسم خط الطاقة ونختار أقطار مناسبة للأنابيب، يعني محددات هيدروليكية، نختار على أساس على اعتماد المحددات الهيدروليكية أقطار الأنابيب وكذلك الأطوال مالتها بصورة عامة نحددها، اعتمادا على شنو؟ المحددات الهيدروليكية. شو أقصد بهاني؟ محددات نقل الطاقة أو خط الطاقة الخاص بعمليات النقل. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تراسلونا على القناة. نلتقي بكم إن شاء الله على المحاضرة القادمة الخاصة بتكملة المحاضرة هاي، لكن راح ناخذ الأنبوب بطريقتين اللي هو طريقة الأنبوب إذا كان داميل باتجاه نحو الأعلى upward، وإذا كان نحو الأسفل downward، وراح نتناولهن بالتفصيل إن شاء الله. نلتقي بكم.